هنطلع نشوف مع بعض تقرير مهم جدا وجميل جدا، وبقالي فترة الحقيقة يعني عايزة أعرضه، عن فتاة مصرية جميلة. والفتاة دي أنا عارفة أن قصتها أول ما انتشرت على الفيسبوك كانوا ناس كتيرة جدا بتتكلم في الموضوع، يقولك معقولة في ده؟ طب الصور دي بجد في مصر عندنا؟ هي غدير، هي بنوتة في تالتة إعدادي وموهوبة بترقص باليه، باليرينا هايلة الحقيقة، غدير من المنصورة. والحقيقة ان هي قررت او حبت لاسباب هنعرفها كده في التقرير انها ما تكتفيش برأس الباليه في يعني المعاهد الخاصة للباليه، لا هي عايزة تنشر الفن وعايزة تنشر الجمال. والحلو في الموضوع ان بنوتة في السن الصغير ده يبقى عندها الوعي ده، انا عايزة انشر الحلاوة الجمال الفن، عايزة انشر الباليه في شوارع مدينتي اللي بحبها مدينة المنصورة، عايزة اقول للمواطنين والاهالي القرى كلهم وللارياف والكل حتى المناطق البعيدة عن العاصمة قد ايه الفنون الراقية دي حلوة وجميلة، وازاي في فن راقي اسمه فن الباليه. زميلنا احمد صالح اعد لينا هذا التقرير مع غدير، فتاة الباليه الجميلة من المنصورة اللي صورت فوتو سيشن كمان وهي بترقص باليه في شوارع المنصورة. نشوف مع بعض هذا التقرير ونطلع فاصل سريع ونرجع مباشرة في حوار خاص مع الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، نتحدث عن جماعة الإخوان الإرهابية، نتحدث عن هذا التاريخ الأسود من الدم والنار والإرهاب، ما هو موقف الدولة المصرية الآن من هذه الجماعة؟ هل نقدر نقول أنه انتهينا من مشاكل جماعة الإخوان أم أنه علينا طوال الوقت أن نكون حذرين من ممارسات كثيرة جدا مباشرة أو غير مباشرة من قبل هذه الجماعة لمحاولات تفكيك نسيج الشعب المصري والتأثير عليه سلبا قطعا، بعد هذا التقرير. فن الباليه فن راقي وفن جميل ويستحق التشجيع. الموهبة بدأت من عندي 7 سنين، كنت بتمرن جمباز، بعد كده حسيت ان انا زهقت من الجمباز وحسيت ان هو بقى حاجة سترونج وماسلز وكده، كنت عايزة حاجة ارقى من كده. من وانا عندي 12 سنة قلت لمامي انا نفسي قوي ابقى باليرينا، فكلمت ودورت وكلمت كابتن شيماء المهدي مديرة اكاديمية باليرينا، فدخلت وكان اول شهر كان حاجه غريبه وكده، بس بعد كده حبيتها وفعلا حسيت ان انا ابقى باليرينا واشرف المنصوره وابقى حاجه كبيره فيها. الصعوبات هي كفلكسبيليتي لا، بس كماسلز وكده كانت حاجات صعبه، بس في تطور يعني. الحركات اللي كانت بالاول بالنسبه لي صعبه بقت دلوقتي اسهل حاجه. قدمت حوالي 7 عروض، اول عرض منهم كان سولو كونتمبرري سولو على اغنيه رايتنج اون ذا وولز في نادي الجزيره، وبعد كده قدمت سوان ليك برضه في نادي الجزيره، ده كان عرض جماعي. ولسه ان شاء الله عندي سندريلا في شهر 11 وانا سندريلا، ده لسه. عملت فوت سيشن عشان ابين عوالم المنصوره، وبدات بقى انا عملت 3 فوت سيشن لحد دلوقتي، فلقيت ان هي عاجبه الناس وكده، فاللي هو شيء حلو. كانت قليل قوي الناس انتقدتني، بس كانت قليل قوي قوي يعني. انا كان في نطه كنت فاتحه فيها سبليت في الهواء بيقولوا انها فوتوشوب، بس كلهم كانوا بيشجعوني وكانوا بيقولوا لي فكره حلوه، وبالذات انا سني صغير وان انا بحقق حلمي وان انا بظهر على المنصوره. منتظره ان انا كان نفسي ادخل الاوبرا واقدم عرض هناك وابقى بتدرب هناك اصلا، وبس ان انا ابقى باليرينا واشرف المنصوره واخلي ماما وبابا فخورين بيا وعيلتي واصحابي وكل الناس دي.